بسم الله، اللهم صل على محمد. هاي قلعة نجم الأثري تقع بسوريا بريف حلب. ما شاء الله. على ضفاف نهر الفرات. طبعا هاي الفتحات هون يقدر يشوفون من هناك، هون مكتوب كتابات بالصورة ما تنقرأ، يعني كأنه آيات قرآنية أو شيء. هون بوابة القلعة طبعا كله حجر. بيه مكتوب كتابات فوق، ما تنفهم من هون. نفس الشيء أعطيني كتابات، طبعا آيات قرآنية بس قراءة صعبة. دخلنا بسم الله داخل القلعة، مدخلها ممكن يا أخي منامات. هون مكان الحرس طبعا. هاي اللي يصعد هون يقدر يشوف كل شيء. شيء عجيب سبحان الله. يا أخي كأني غرفة بها فتحات تهوية فوق، هاي كلها الله أكبر. هاي بيدرج فوق هون يصعد. والله نرجع نشوف هون. هاي غرفة شغل عجيب. الفتحة هاي يعني اللي قاعد هون يشوف كل شيء. اطلع له اطلع اشوف الدرج. الدرج هذا وين يودينا؟ يا الله بسم الله. والله اوف شو هالدرج يا لطيف. درج صعب يا الهي.
اللهم صل على سيدنا. هي غرف هون قفل الاستدراج النوب. شوف هاي طالة ثانية. شوف الهواء شلون تيار الهواء جاي جينا منه. يا إلهي شوف الهواء يا إلهي. طبعا المكان عالي عالي جدا. هاي هو الإطلالة ثانية. يا إلهي علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. شوف شوف لا إله إلا الله. يعني أنت بمكان تطلع فوق. لا إله إلا الله سبحان الله. طلع من فوق وحدك لو بس انت. والله هي هاي شغال فيديو ما اقدر اصور. بين مكتوب الله ما اذنه. ايه الله الملك لله. اقدر انزل من عندك؟ ها الدرج هي بس اللي ينزل من هون. لا اله الا الله. يا ربي دخيلك. هاي شو هاي الغرفة. صور عادية هسه هاي كل مكان بالسفلة هالشيء. ايوه والله لازم نحطك بالجزيرة. لا خلاص بعدين سياحي خلاص. بدكم صورة بردك والله يعني لي صورة بردك كل حاجة. تعال معنا تعال معنا صورك معنا يا اخي. هذا الدليل السياحي. تعال يلا ايه ابو بدر. لا لا لازم انت غطيت على الورق. لا مو شباب مو طالعين شويه ابو يا اخي عادي اذا مو طالعين نصهم مو مشكله. التصوير يا الله. هاي وين طلعنا طبعا ننزل جوا نشوف هاي شنو. اريد اشوف هاي هاي شنو بي هاي فوق. يا هاي هاي وين هاي 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 شنو بي هاي ابو المجد. هاي الملكة هون عايشة. هي هين اريد اشوف داك. هذا الحمام هين هذا الحمام هذا 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 الشرن هذا هذا هاي الحمامات. هاي
يا الله بسم الله ما شاء الله. يا الله الدرجة والله بينزل جو. بسم الله ما شاء الله شنو والله بينزل. بسم الله والله شي خوف. يا الله والله بينزل تشطلع. الله لا إله إلا زين ما أبغى. شوف كل الغرفة بها غرفة بها تاوي. هاي شنو بها؟ يا الله ما أدري شو. لا حول ولا قوة. سبحان الله سبحان الله. هاي شنو؟ شي توه والله تحت ما ادري وين صار. ايوه هاي مكان ما كنت فوق صبا. والله لازم اضاءه يا جماعه بس الشباب ما يساعدون. شاف ضوان هاي غرف. شوف صوت الهواء كل غرفه حاطين لها تهويه يجي الهواء عليها. هاي نفس الشيء. يا شباب يا شباب وينكم؟ تعال واحد يا اخي ضوينا بالتلفون. تعال دخيلك بس نريد ضو ضو التلفون. تعالوا يا اخي والله شغله تمخول المخ يا اخي. تعالوا تعال شعل 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 ضوك شعل ضوك يا اخي. غرف هون بس ظلمه يا اخي. والله فعلا يا اخي دحد بالك هون ده. هاي غرف يا اخي والله شغله يا اخي والله العظيم يا جماعه. شو سجون سجون. تعال شوف تعال شوف ده ده. انت شوف هاي الغرفه هاي بالمره يعني دهك بيها جوه تهويه وفوق تهويه. شغله يا اخي دير بالكم. ها دهك ده الغرفه يا لطيف والله ما ادري. هاي هون تعال شوف الشبك. تعال تعال هذا بدوبين قوي. هذا هذا هاي حفرة سجن صح. السالرية اول يلقى هونو هذا خازو كارو. السالرية اول شلون الروية هذا من جوا بيلوصيخ طالع. هذا زيتون ومنتبه داحق البير. هذا خازوق خازوق شنو يا الله. اه مناره يا اخي منور منور. لا بي فوق صخره كبيره. هذا السجن داحق وداحق الحجر هون. شو مسوي؟ شو يا جماعه والله سجون هاي. داحق داحق حفر هاي القحوم بيها الاوادم. داحق 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 هاي قحوم فاره. داحق الفاره داحق داق الفاره. شنو عايش؟ تنور مندي تنور مندي يا اخي والله سجون والله. لا ما سجون سجون والله سجون والله. خلي بالله فتح بس ابشر الضوء اليوم الحاله بيه. داحق داحق حاطين فتحات اكتو يا اخي والله تخوف فعلا. هاي هاي هون سجن. هاي يلقحونه يضغطونه بعد ده ده حق شنو؟ سكرون عليه القحون بالحف منفردة والله فعلا. يعني هاي السجون كلها قبر يا اخي تخوف. شنو بي جوا؟ ده هاي منفردة. هاي شنو كله سجون كله. هاي غرف سجون سجن هذا يا اخي. هذا كله سجن. هذا ده هاي سجن. هذا سجن. هذا
فعلا. كم سنه ما هون شوف هاك ابو مرات هاي جيت انا من فوق ولا هذا تطلع فوق وين كنت قاعد اتفرج عليكم فوق تطلع بي درج يطلع فوق هذا كنت نجا هذا الحمام هاي هون يشيلون النار داق هاي الماي هذا الحمام هذا الحمامات تمديد صحي وكل شيء هاي يجرون تبع المي والله بالياسنة داحق التمديدات المي هي داحق هنا حار وبارد ايه 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 تجي المي داحق من هون داحق شلون ايه هاي 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 المي تظل المي محافظ واو من جوا القاع ها ايه ايه مدفون يعني مو مبين انه فوق المي هاي منين جاي المي الخزان وينه يلا تعال لا اله الا الله بس هاي كاني هاي قبه كانت مسكره والله يا رجل شغله يا اخي والله يا سيدي هاي هون مدخله مدخنه لا اله الا الله هاي حمامات تعال شوف الرسم هاي الحمامات هذا الجرم ايوه ما شفت تمديدات صحيه ألم حجي هذا الفرن يمكن من هون يحمون الماي على الحمام سبحان الله دع تفرج قل لك عاد شلون تفوت يا الله بدي افوت من هون يطلع الماي صحي يا الله كأنه هذا الخزان مي الحرام والله يا عصينه من هنا من هنا ابعث لكم المي الحار طولوا بالكم لا اله الا الله كأنه هذا الخزان يا إلهي إيش هاي لا إلهي إيش انتوا تعالوا تعال علاج هو صورنا هاي نزلت من فوق لا احنا تو صورنا هذا اي انا كنت فوقكم بدرج ينزل لك وزول هو تو صورنا ايه انا نزلت من فوق ده يا اخي شو ناس لا ما والله شيء والله ما حار بارد يا اخي سبحان الله يا شيء عجيب يلا يلا جاي 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 بس اصوره هذا باب جاي جاي الله ضحك ضحك لا اله الا الله كلها غرف سبحان الله جاي جاي يلا جايكم نازل لا لا راجع 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 بس اصور هاي يلا نازلكم فتحات التهوية شغلة سبحان الله الله
قلعة كبيرة. حلو. كل الشغلة تكتشف فيها شباب راحوا ما تركوني. يا إلهي يا إلهي ما أعرف من السنين خاف أضيع أرجع على دربي أحسن شيء ما أعرف منين جيت أول مرة والله شيء ضيع يمكن أيوة يا إلهي وبعدين لازم من هون لازم بين درج وين راح ما عاد عارف ضيعنا ضيعنا الشباب مسكين ايوه في درجة تمام ما عاد نعرف وين صرنا اوب اوب اخيرا اخيرا ايوه هذا المدخل يا اخو الله عم. هذا المخرج اللهم صل على سيدنا لا ما اظن خلاص صورت الكتابه صورتها آية قرآنية بحدا حازم فوق أبو حازم أبو حازم من هو بالك ذلك؟ ما أظهر حدا ابنك وين هو؟ أبو حازم أيوه طويلة فتوح 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 هذا فتوح ما نريده لا لا في واحد فتوح فتوح وين فتو؟ وين فتو؟ أبو بدر هذا يا أخي. والله صحيح. وشو يا اخي جاي جاي ترى على هنا يلا يلا شباب يا جماعه فتوح وينه والله بدنا صورة زينه فتوح يا شباب تعال نجا صورنا هنا تعال واحد كفلني تعال شباب خلينا نصور صورة زينه تعال ابو حازم تعال مجد يلا تعال يا كلب لا لا هيك من هناك من جوا اخيرا طلع فتوح وليه يروح من هناك صور لك كلنا صور صور احسن لا كمان تشيز شلون يضحك